السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ورد من خلال راح اشارك معكم اخر اخبار محترفينا والمنتخب الوطني الجزائري، بالاضافه الى انه راح اشارك معك اخبار في غايه الاهميه سنتعرف عليها ان شاء الله في الشطر الثاني من هذا الفيديو، وايضا راح اشارك معكم فضيحه الاتحاد الافريقي لكره القدم وكيف بررت يعني القرارات التي اتخذتها في حق اتحاد العاصمه والتي اقرت بخساره اتحاد العاصمه بسداسيه نظيفه لدى الطاس. يعني الطاس سالت الكاف يعني بتوضيحات حول قضيه اتحاد العاصمه ونهضه بركان، ومش راح تصدق كيفاش الكاف يعني بررت فعلتها لدى الطاس. كل هالتفاصيل راح تعرفوا عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. ما نطولش عليكم خاوتي، ندخل مباشره الى صلب الموضوع ونعود الحديث عن الدوري الانجليزي الممتاز، اين اشتدت المنافسه بين نادي ارسنال وكذلك نادي مانشستر سيتي على صداره الدوري الانجليزي الممتاز. اليوم نادي ارسنال فاز بثلاثيه ثلاثه اهداف سجلها على خصمه، بينما نادي مانشستر سيتي ضرب بخماسيه مقابل هدف وحيد لزملاء او ضد زملاء رايان ايتنوري الدولي الجزائري. طبعا خماسية مقابل هدف وحيد وتألق كبير من إيرلينغ هالاند يؤكد إصرار نادي مانشستر سيتي على تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز والفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويعني يشدد المنافسة مع نادي أرسنال. بينما بالنسبة لنادي ليفربول حاليا في المرتبة الثالثة برصيد 75 نقطة، بينما المتصدر والوصيف بينهما نقطة واحدة فقط. وأيضا إضافة على ذلك أن نادي مانشستر سيتي ما زال بقيت له مباراة ناقصة، فإذا راح يفوز في المباراة القادمة نادي مانشستر سيتي يعني سيتأهل إلى الصدارة، وأنا أتمنى صراحة نادي مانشستر سيتي هو الذي يتوج بالدور الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لأنه يستحق صراحة التتويج بالدوري. وطبعا بحديثنا عن الدور الإنجليزي الممتاز وبالضبط عن نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا وبعد الميركاتو السابق وبعد رحيل العديد من اللاعبين، بيب غوارديولا هذا الموسم وفي هذا الميركاتو الصيف القادم يعني على مقربة من أجل خسارة لاعب جديد ولاعب مهم في فريق كتيبة نادي مانشستر سيتي، ألا وهو الدولي الإنجليزي ولاعب نادي مانشستر سيتي كايل والكر. حسب المصادر الإنجليزية أكدت باللي أنه هذا اللاعب قد اتصل برياض محرز من أجل الاستفسار حول طبيعة العيش في السعودية والأجواء في الدوري السعودي، تمهيدا لانتقال هذا اللاعب من الدوري الإنجليزي إلى الدوري الروشن السعودي. صراحة يعني أنا للوهلة الأولى سابقا كنت نقول باللي أنه هجرة اللاعبين من خمس الدوريات الكبرى أو من أوروبا بصفة عامة إلى الدوري الروشن السعودي هي موضة أو حديث الساعة، من بعد الذاكرة اللاعبين راح يملوا هذا الترند الذي يعني قادته السعودية والدوري الروشن السعودي في استقطاب اللاعبين، ولكن لحد الساعة صراحة الذاكرة الدوري الروشن السعودي ما زال محطة استلهام وأيضا محطة إغراء للعديد من اللاعبين من أجل الانتقال وتدعيم دوري الروشن السعودي. كنت نظن باللي انه راح تكون فتره من الزمن ويعني راح تنتهي هذه الاخبار عن انتقال وهجره اللاعبين من اوروبا الى الدوري هذا العربي الروشن السعودي، ولكن لحد الساعه دوري الروشن السعودي ما زال يستقطب اللاعبين وما زال ايضا يعني يعرض عروض بمبالغ طائله من اجل ضم لاعبين من ابرزهم الدولي الجزائري يعني اسماعيل بن ناصر لاعب نادي اي سي ميلان، بعدما ان تم ادراج اسم هذا اللاعب في قائمه البيع لنادي اي سي ميلان في الميركاتو الصيفي المقبل. فما هو رايكم انتم في صندوق التعليقات اعزائي الكرام؟ واش حتى انتم كنتم تتوقعوا باللي انه هجره اللاعبين من الدوري الاوروبي الى الدوري الروشن السعودي كانت عندها فتره وستنقضي، او انه راكم مامنين باللي انه الدوري الروشن السعودي سينجح في الايام القليله المقبله وسيزيد في استقطاب اللاعبين الكل في الدوري الاوروبي؟ خبرونا رايكم في صندوق التعليقات. وحاليا نمر الى الخبر المولي واللي يتعلق بسوق انتقالات لاعبين محترفين، ونتكلم عن قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز لاعب نادي الاهلي السعودي والذي حاليا يلعب في الدوري الروشن السعودي. هذا اللاعب وبعدما ان هبط مستواه يعني كانت هنالك انتقادات لاذعه في حق هذا اللاعب من الجماهير الجزائريه وحتى السعوديه بعد نقص مستواه في الفتره الاخيره، رشحت العديد من المصادر وكذلك أيضا تكلمت بعض المصادر الإعلامية المعروفة بطبيعة الحال وليس فقط المجهرية، بل لأن رياض محرز ارتبط اسمه بنادي ليستر سيتي وأن إدارة الفوكسز تسعى جاهدة من أجل إعادة نجمها السابق النجم المعجزة رياض محرز واللي حقق معاهم أعزائي الكرام لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما أن صعدوا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في سنة 2016-2017. يعني مصادر كثيرة أكدت باللي أنه هذا اللاعب مطلوب من نادي
ليستر سيتي، وانا اكدت لكم سابقا ان هذه الاخبار لا اساس لها من الصحه، وان نادي ليستر سيتي يعني يفكر ببيع لاعبين ميركاتو الصيفي بعدما ان ضمن التاهل الى الدرجه الاولى من الدوري الانجليزي الممتاز، ولكن ما راحش يفكروا باستقطاب رياض محرز في الوقت الحالي، وان رياض محرز باقي في نادي الاهلي السعودي. بزاف ناس ما امنوناش حتى خرج وكيل اعمال هذا اللاعب شخصيه وتكلم مع صحيفه وين وين القطريه، والذي صرح قائلا وكيل اعمال رياض محرز: لا يمكننا الرد على هذه الاشاعات، يعني اشاعات انتقال رياض محرز وارتباط اسمه بالدوري الانجليزي الممتاز وعودته الى الدوري الانجليزي الممتاز. وصرح قائلا: واذا ما واصلنا الرد على الشائعات بخصوص مستقبل رياض محرز فاننا لن نتوقف عن القيام بذلك. وحسب هذا المصدر اعزائي الكرام، اكد لنا باللي انه بتصريحات هذا الوكيل الاعمال الخاص برياض محرز يؤكد باللي انه لا اساس للاخبار التي تداولت في الفتره الاخيره من الصحه، وانه اللاعب باقي في النادي الاهلي السعودي وباقي في الدوري السعودي بصفه عامه. هذا ما اكدناه لكم سابقا، وها هو وكيل اعماله يؤكدها حاليا ويكذب الشائعات. قال: ما راحش نديروا على الشائعات، لو كان نديروا على الشائعات جامي نكملوا منها، وانه رياض محرز باقي في نادي الاهلي السعودي. نفس الشيء اكدناه لكم منذ اسابيع او اشهر من الان. حاليا نمر الى الخبر المولي واللي يتعلق بجديد قائمه المنتخب الوطني الجزائري، خاصه بين قوسين لاعبين مزدوجي الجنسيه اللي قادرين يدعموا المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. طبعا اكدت لنا اليوم مصادر محليه عن جديد اخبار لاعبين مزدوجي الجنسيه واقترابهم بتمثيل المنتخب الوطني الجزائري، حيث كشف الصحفي مؤمن ايت قاسي ان موعد فصل مايكل اوليز تمثيله المنتخب الوطني الجزائري من عدمه سيكون بعد اولمبياد باريس، وهات النقطه تطرقنا اليها سابقا لو تتذكرون. وطبعا بمعنى اخر انه هذا اللاعب لن يكون منتظرا ان يكون في قائمه المنتخب الوطني الجزائري في شهر جوان القادم، يعني بما تبقاوش تستناو هذا اللاعب واش راح يكون جديد قائمة الخضر ولا لا. من الآن أعزائي الكرام مصادر كثيرة، وأنا سابقا أكدت لكم بلي أنه لن يكون جديد قائمة المنتخب الوطني الجزائري أو جديد قائمة فلاديمير بيتكوفيتش لشهر جوان، واللاعب هذا سيفصل حتما في مستقبله الدولي بعد أولمبياد باريس. يعني كامل اللاعبين تقريبا حابين يلعبوا أولمبياد باريس من أجل أخذ أضواء ولما لا الفوز باللقب، خاصة أن هذه البطولة ستقام في باريس، ستكون عندهم حظوظ كبيرة به يفوزوا مع المنتخب الفرنسي للأمال في بلدهم بطبيعة الحال في فرنسا باللقب. فبعد أولمبياد باريس يعني راح نتعرفوا على الخبر الرسمي واش راح يمثل المنتخب الوطني الجزائري من عدمه. ننتقل حاليا الى النقطة الموالية، وشارك معكم كيف بررت الكاف يعني قراراتها في الفترة الأخيرة لدى محكمة التحكيم الرياضي، لأنه بعد انتهاء المهلة التي خصصتها الطاس للكاف لتوضيح قضية اتحاد العاصمة وخريطة قميص نهضة بركان، قامت الكاف حقا بتبرير يعني فعلتها وبررت سبب إعلانها قرارات ضد فريق اتحاد العاصمة، ولكن صراحة بحجج غبية ومشؤومة وضعيفة جدا، حيث أكدت الكاف أن غياب نهضة بركان عن مباراة الذهاب يعني التي أقامت في الجزائر أمام اتحاد العاصمة، أكدت بلي أنه بسبب القوة القاهرة بعدما أن تم حجز قمصانهم من طرف الجمارك الجزائرية، بالرغم من أن الفاف بين قوسين خصصت قمصان جديدة للخصم. وطبعا هذه الحجة ستضر لا محالة بالكاف أكثر مما تنفعهم أمام المحكمة الرياضية، وإدارة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وفرت لهم أقمصة دون الخارطة ليلعبوا بها لكنهم رفضوا. مصدر هذا الخبر ها هو الظاهر أمامكم لاغازيت دو فيناك الذي أكدت لنا بتوصلها بهذه المعلومات أن الكاف بررت يعني عدم لعب نهضة بركان بسبب القوة القاهرة. يعني وين راك تشوف القوة القاهرة وحنا قدمنا لهم قمصان جديدة تتوافق مع يعني القوانين الرسمية للكاف والفيفا وكذلك أيضا لقوانين البطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؟ يعني وين هي القرارات او يعني القوة القاهرة اللي منعت هذا الفريق ما يلعبش؟ هما نورمالمون يعني نهضة بركان تكلمنا عليها سابقا، القوانين شرحناها سابقا لا داعي للتكرار، هما نورمالمون كانوا لازم يجيبوا قميصين، اذا القميص الاول رفضته الدولة المحتضنة للبلاد لهذه المباراة مثل ما تؤكد الفيفا في يعني قوانينها والسندات الخاصة بها، اذا البلد المحتضن للمباراة احتج به الفريق الخصم او الضيف نتاعو ما يلعبش بالقميص المعين اللي جابه، لازم يجيبوا معاهم قميص ثاني خالي من الاعلانات باه يلعبوا مباراه يعني بعيدا عن الضوضاء. ولكن هذا بركان لم ياتي بقميصين واتى بقميص واحد فقط، فهنا ما راش قوه قاهره بل انه فريق هذا بركان هو الذي خالف القواعد وجاب قميص واحد فقط. فما فهمتش الكاف علاش راه تطبل لفريق نهضة بركان
ولم تخدم بالعدل، ولكن هذه القضية ستضر اتحاد الكرة الإفريقي عكس اتحاد العاصمة، وإن شاء الله كي تخرج الطاس بقرارات راح تعاقب الكاف وكذلك أيضا نهضة بركان، وكيفاش أيضا الكاف وافقت على ذلك القميص. حاليا وبدون إطالة نمر إلى الخبر الموالي ما قبل الأخير. رسميا محمد بنيطو بطلا لكأس قطر رفقة الوكرة لأول مرة في تاريخه، ألف مبروك لهذا اللاعب، يعني ما شاء الله عليه، نتمنى له كل التوفيق. أما بالنسبة لأدم زرقان سيغادر صفوف نادي شارلوروا البلجيكي نهاية الموسم الكروي، وذلك بشكل رسمي حسب ما أكدت لنا مصادر هنالك في بلجيكا من صحفيين موثوقين. وطبعا هذا اللاعب عنده العديد من العروض، من أبرزها أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي، وكذلك أيضا عنده بعض العروض من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنا ماذا بي ينتقل هذا اللاعب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ما نطورش عليكم، كان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.